مشاهدينا متابعي درز عربية وكل مكان، أهلا بكم. منبلش أخبارنا بأخبار كورونا في درزدين، حيث أن الاتجاه التنازلي في الإصابات الجديدة لا يستمر في درزدين، بل العكس الأمور تتفاقم. كما أبلغت وزارة الصحة عن العديد من الوفيات الجديدة بعد أن انخفض عدد الإصابات الجديدة بشكل ملحوظ، فإنه يتزايد الآن مرة أخرى. تم الإبلاغ عن 345 حالة جديدة مقارنة ب 320 حالة في الأسبوع السابق، وارتفع معدل الإصابة الأسبوعي إلى 60 حالة لكل 100 ألف مواطن اليوم الاثنين. وهذا ويخشى علماء الأوبئة والسياسيون من موجة ثالثة من كورونا تغذيها فيروسات كورونا المتحورة كالفيروس البريطاني. في خبرنا الثاني اليوم هو تفجير عبوي ناسفي في سيارة صغيرة في درزدن منطقة بغوليس، حيث فجر مجهولون عبوة ناسفة داخل إحدى سيارات فيات بونتو ليلة الاثنين في درزدن. دمر التفجير زجاج السيارة الصغيرة وشوها سقفها. وفي التفاصيل، في حوالي الساعة 11:30 مساء تم استدعاء الشرطة ورجال إطفاء إلى شارع غوبنرشتغاسة، حيث فجر مجهول عبوة ناسفة داخل إحدى سيارات فيات بونتو ليل الأحد وفجر الاثنين. تحطمت نافذة السيارة الصغيرة بقوة الانفجار وتشوه سقفها. قال ستيفان غروهم من إدارة شرطة درزدن: نحقق حاليا في الأضرار التي لحقت بالممتلكات، والتحقيقات الأولية تظهر أن الانفجار تم باستخدام الألعاب النارية على ما يبدو. يتابع غروهما: بعد تحقيقنا بخلفية الحادث توصلنا إلى أنه لا توجد حاليا مؤشرات على وجود دوافع سياسية للحادث. كانت السيارة مصدر إزعاج للسكان لفترة طويلة في الماضي كما قال السكان، حيث كانت المرآة الجانبية محطمة بالإضافة إلى أحد النوافذ. مايك كولي من الحي قال منزعجا: لدينا مخاوف إذ احترقت السيارة في وقت ما، من أن المركبات المجاورة قد تتضرر أو أن الأطفال سوف يجرحون أنفسهم من قطع السيارة المكسورة. السيارة موجودة هنا منذ شهور بدون أي إجراء مناسب. ويؤكد ستيفان غوما من شرطة درزدن أنه تم إلغاء تسجيل السيارة منذ بعض الوقت. وفقا لأحد سكان الحي، لا الشرطة ولا مكتب النظام العام كانا مهتمان بالسيارة. لقد اتصلنا بالسلطات في كثير من أحيان ولا أي جواب منهم. هذا كل شيء اليوم، نشوفكم بكرة.